رفع عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى مملكة البحرين أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى بمناسبة الأعياد الوطنية للمملكة. وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد أصحاب السعادة السفراء على تميز علاقات دولهم بمملكة البحرين وأنها تشهد تطورا مستمرا، مشيدين بالتطور والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. يسرني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب البحريني الشقيق بمناسبة احتفالات مملكة البحرين الشقيقة بذكرى اليوم الوطني وعيد الجلوس. أعياد البحرين هي أعياد للمملكة العربية السعودية، فنحن شعب واحد تجمعنا أواصر المحبة وروابط الأخوة والنسب والمصير والهدف المشترك الذي يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. واحتفال مملكة البحرين بعيدها الوطني يشهد بكل فخر واعتزاز ما تحقق من نهضة وحضارة وتقدم على مختلف الأصعدة. إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين نموذج يحتذى به في العلاقات الخليجية والعربية والعالمية بقوتها ومتانتها وحيويتها، والحرص الكبير من القيادتين على تنمية العلاقات في كافة القطاعات والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لما فيه مصلحة الشعبين والتكامل بين البلدين. فالعلاقات الثنائية بين البلدين في تطور وتواصل مستمر، وتستند إلى دعم وحرص من لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وختاما أسأل الله المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة، متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار والاستقرار. العلاقات المغربية البحرينية متميزة جدا، راسخة وصامدة، تستمد قوتها من متانة العلاقة الأخوية والشخصية بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهم الله، وأيضا من قوة أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، ومن صلابة الأسس التي ترتكز عليها، وهي المحبة والوفاء والصداقة. بمناسبة العيد الوطني يسعدني أن أقدم أطيب التمنيات وتحيات لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولكل شعب بحرين الطيب. في السنة القادمة سنحتفل بخمسين سنة من العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وفي مناسبة العيد الوطني أتمنى لمملكة البحرين المزيد من التقدم والإزدهار.